اعتمد سمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني المخطط العام للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية بين المنامة والمحرق، والتي ستضم مضاميرا للمشي والجري والدراجات الهوائية والمساحات الخضراء والمرافق السياحية والترفيهية والمطاعم والخدمات. ويأتي هذا المشروع في إطار ما تواصله اللجنة العليا من متابعة لتطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي. ووجه سموه إلى البدء بالعمل على المخططات التفصيلية للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية، والتي تمتد بين الجفير وكورنيش الملك فيصل بمسافة تبلغ 14 كيلومتر.